من عندك يا همام؟ عمر، من الاتصالات الجاهزة عندكم؟ سعدون مرعيد من الأنبار. سلام عليكم أستاذ نجم الربيعي، أنا سعدون مرعيد عباس، معاق فاقد بصر عيون الثينين، وحصلت على هوية تقاعد باقتصاد 2019 بعد عناء طويل لمدة 12 سنة، أعمى وراجع 12 سنة. الله لا يوفقكم لا كبير ولا صغير. ووقفوا راتبي ب1/4/2022 بشهر رمضان، علما عندي عائلة متكونة من امرأة مسنة ومريضة واربع بنات طالبات، وما عندي اي معين اخر عمري، وانا مسن وفاقد البصر في الشوارع في بلاد النفط والخير. هسا انا قبل ما اسولف ويا سعدون، هو كثر راتبة حتى توقفونه راجع عليه 12 سنة؟ سعدون شلونك؟ الله يخليك استاذ نجم، شلون صحتك؟ انت ضرير عيونك اثنينين. اي والله فاقد بصر اثنيناتي. ناظرت 12 سنة حتى يعطونك راتب، ايش كثر راتبك كان؟ مليون و200 بالسنة لو بالشهر؟ لا بالشهر، لاني صار في العجز مالتي 100%. زين. بتر عصب وردي برقبتي وضربتين براسي وضربة بشتي وضربة بكتف الاخر خلع. انت عسكري؟ وما عندي احد. نعم. عسكري؟ لا والله ما، ضحايا الارهاب. ضحايا الارهاب، زين. ليش وقفوا راتبك؟ والله سادنا جماعة عرفوا وقفوه اللعبة، أو روح التقاعد يقول يم المؤسسة، أروح المؤسسة يقول روح مؤسسة بغداد، أجي مؤسسة بغداد يقول روح ارجع للتقاعد، كل من يقول ميمي. والله عمره 60 سنة وفاقد بصر ورجلي مضروبة ويا عيون مالتي ويا أمرأة مريضة مسنة وما عندي غير أربع بنات. أنت أهلك وين؟ بالفلوجة. بالفلوجة. اي والله استاذ نجم. زين، ابو التقاعد مالت الانبار هو الجهه اللي انت باتصال مباشر وياها، من قلت له ابا قطعه وراتبي يقول لك مو يمي؟ يقول يم المؤسسه. زين، المؤسسه من اجت يا ابو تقاعد الفلوجه؟ هسه هذا رجال بصير، من الله ان شاء الله يبتليك مثله وانقص منه بعد. مو اجاكم كتاب من التقاعد العامه قال لك وقف راتب هذا، يجوز مطلوب، يجوز عليه استحقاقات، يجوز عليه قضية، شلون تقول له مو يمي؟ زين انت اذا مو يمك ليش يفتح لك دائرة وقاعد؟ روح اقعد يم امك. شلون قطعت الراتب اذا مو يمك؟ ليش قطعت راتبه؟ راح تقول له انقطع راتبه من بغداد. ابو بغداد انت كدائرة عندك رعاية وعندك موظفين وعندك مستحقين، المفروض تقول يا ابو بغداد اذا جاني هذا الرجل الضرير شو اقول له؟ ما هي المسببات؟ ما لازم يجوز التعدك ظهر بالانبار، تسوي له كتاب، والكتاب لو تودونه بيد معتمد عفوا لو ياخذ بيده يشوف راتبي ليش انقطع من شهر الرابع واحنا طبينا بشهر الثامن. يا مدير تقاعد فرع الأنبار، شوفوا الناس، شوفوا ضيم الناس، أعمى 12 سنة ياخذ راتب وبشخطة قلم راح تقول لي مو أني، أقول لك لا مو أنت نام، لكن أنت مسؤول أمام المواطن، ومن يطب عليك المواطن تشوف شغلته. وأبو بغداد من خاطبك لازم انطاك أسباب، وإذا ما انطاك أسباب أنت تبحث في الأسباب، ولذلك هجمتوا لكم دولة وهجمتوا لكم بلد وهجمتوا لكم شعب بسبب عمات عيونكم هذه وقلة احترامكم للناس. أعمى وينقطع راتبه ويجي يدق الباب عليك تقول له ما أدري؟ لا تقوم توقف على حيلك وتحل شغلته. بس من غابة الضمائر وصلنا إلى هذا من المستوى التي حلت بنا اللعنات من وراكم ومن ورا فسادكم ومن ورا ظلمكم ومن ورا استهتاركم بالناس. من عندكم من الاتصالات الآن جاهز؟ نعم؟ والله العظيم الظلم اللي سويتوه بالعراقيين ما سوى إنسان قبل، ما سوى إنسان قبل. ليش؟ مو ذولا أهلكم، ذولا أخوتكم، ولله ينطي اليوم
ترى ياخذ باكر، والنعمة إذا ما تنخدم وراها طيحان حظ. أبو الفلوجة، أبو تقاعد الفلوجة، أبو الأنبار، أريد منك إجابة، أقسم بذات الله كل حلقة أحكي عليك، وأنا ما أتقصد أحكي عليك، أما أن توفر لي إجابة، بس لا تكذبون علي بالإجابة، لأن هذا أعمى ومرته مريضة وعمره 60 سنة، استحوا شوية، أخجل شوية، مرة صيروا زلم. هو شنو الزلمة؟ شنو الإنسان؟ من الإنسانية المتأصلة في جذوره. هسه قلنا ماكو دولة، انتو ما متربين ببيوت، ما متربين بعشائر،